لفت انتباهي في أثناء حديثك أن قلت هذا المؤتمر من أهدافه أن تتجه عقول الموهوبين والمبدعين باتجاه الاهتمامات العالمية المستقبلية. يعني لا تزال لدينا في ذهنية المجتمع، وبالإمكان تصحح لي، أن لا جدوى من هذه الجهود، لأن ربما هناك عراقيل ويصطدمون ببيروقراطيات، وأن مثل هذه المشاريع لن ترى النور. أريدك أن تحدثني وإن كان بالإمكان من تجارب حقيقية عن كيف يمكن للموهوب والجهود الفردية من الموهوبين أن تغير مستقبل أمة. الشباب الموهوب هو من يصنع التقنية ويصنع الابتكار ولا يستهلكها، هو من يصنع الفرص ويصنع الوظائف ولا يبحث عن وظيفة. نماذج في موهبة أثبتت قدرتها على أنها الآن فاتحة شركات على مستوى أمريكا وأوروبا وبتوظف ناس. الطلبة اللي تم رعايتهم الآن في أفضل 1000 جامعة، في عندنا فوق 1000 طالب في أفضل من 50 جامعة في أمريكا. طلابنا لما تم رعايتهم بيروحوا ينافسوا في الصين 126 دولة في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في الأحياء، في العلوم، وبيفوزوا عليهم. في البحث العلمي والابتكار نرعاهم ونتميز معاهم. بيروحوا في أمريكا ينافسوا 90 دولة في البحث العلمي والابتكار بمهرجان ايسف السنوي لكل دول العالم تيجي، ومركز طلابنا العاشر من العشر الاوائل على مستوى العالم، بين الثامن والتاسع والسابع دوما سنويا. طلابنا النماذج قاعد اديك نماذج ما لها اول ولا اخر من اشخاص استطاعوا. عندنا طلاب الان من اللي نبرزهم في المؤتمر عندهم شركات فاتحينها الان، عنده فوق حوالي 800 موظف، القيمه السوقيه لشركه حقته 25 مليون دولار. يعني نسبه تحول هذه المشاريع وبراءات الاختراع كبيره. النسبه لا ما اقدر اقول لك كبيره، النسبه موجوده، قصص نجاح موجوده، كبيره تتطلب تدخل من المؤسسات المحليه، من القطاع الخاص، من الوزارات، من الهيئات، انها تيجي تعالوا شوفوا طلاب موهبه. عندنا الآن شوف أرامكو، عندنا قصص نجاح كثيرة مع أرامكو من الطلاب اللي أرامكو رعتهم من الصغر وأدتهم برامج بالتعاون مع موهبة، واستقطبتهم بعد ما تخرجوا من ثالثة ثانوي، أعطتهم برامج ابتعاث والآن في قيادات في أرامكو. سابق عندها نماذج شبيهة بنفس الأسلوب، بدأوا فهموا إنه هذولا لما نرعاهم من الصغر يطلعوا خاما يشكلها تخدمنا في المستقبل، ياخذوهم من اولى متوسط الى ما يطلع ثالثه ثانوي جاهز في مجالات البتروكيميكلز، يرسلوه في بعثات يرجع يشتغل في سابك، وبعضهم قيادات الان من الناس، يعني قيادات لا تزال في بدايه طريقها بحكم انه ما زالت المؤسسه صغير يعني نشئه، لكن موجودين. جامعه الملك عبد الله بتستقطبهم، بتاخذ الطلاب وضحت الإجابة المتميزين وبتعطيهم بعثات، بيروحوا في افضل الجامعات وبيرجعوا في جامعه الملك عبد الله بيصبحوا باحثين متميزين. معادن بتستثمر، نيوم الان بتستثمر، هيئه الفضاء استقطبت من طلابنا وحطوهم في المجلس الاستشاري، والان يبغوا يخشوا معاهم في برامج للابتعاث في مجالات الفضاء. ففي جهات موجوده عندها نظرة ثاقبة مثل هيئة الفضاء، أرامكو، سابق، جامعة الملك عبد الله، نعم وضحت نيوم، الإجابة، معادن، لكن نتطلع للمزيد من الجهات اللي تدخل لتستثمر في عقول الشباب. الخير في شبابنا موجود، وضحت. سمو الأمير قال شبابنا يحط في باله شغلة حيسويها مهما كانت ثمن. نحن في موهبة الشباب اللي يسووا الإنجازات والإبداع قصصهم لا حصر لها. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور نزيه العثماني نائب الأمين العام للتواصل المؤسسي وتطوير الأعمال في موهبة.